بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من دعا به فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تكتب مقالته ويقضي له حاجته مهما كانت. الدعاء ما هو؟ اللهم إنك لست بإله استحدثناك، ولا معك إله أعانك على خلقنا، ولا معك رب فيشركك في ربوبيتك. أنت ربنا كما تقول، وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا، وتكثر من الصلاة على محمد وآل محمد على الأقل 100 مرة بعد دعاء حاجتك. لأكرر لكم هذا الدعاء المبارك للأخوة الذين يرددون الدعاء لضعفهم في القراءة. اللهم إنك لست بإله استحدثناك، ولا معك إله أعانك على خلقنا، ولا معك رب فيشركك في ربوبيتك. أنت ربنا كما تقول، وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله قال: والذي بعثني بالكرامة. ما قال هذا القول أحد إلا والملائكة كتبوا مقالته، وكذلك قضى الله سبحانه وتعالى حاجته. فليقل كل أحد مثل هذه المقالة، وليكثر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الرواية الشريفة لأقرأ لكم مصدرها، موجودة في كتاب الجعفريات صفحة 67 حديث 206، ومستدرك الوسائل الجزء الخامس 185 حديث 5641. كذلك ورد في بحار الأنوار وفي الخرائج والجرائح. على كل الحديث هو مشهور جدا. وفي خدمتكم برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.